مراد وعدت مشاكل ولم يلتفت لهم أي كان. الله يأخذ الحق، الله يأخذ الحق المتعدين والمستقويين بمكانتهم وبجاههم. أقول لهم كاين الموت، كاين الموت، كاين الموت. الضغط النفسي ديالها هو اللي خلاها زعما هادشي. ما نقدرش نجزم لأنه الظروف ديال الولادة فيها ملابسات. السيد يعني الزوج ديالها طلب باش يدار التشريح. السيد وكيل العام للملك لدى محكمة السيناف بالدار البيضاء استجب لذلك، وهي غادا تتعرض الآن على عملية التشريح. الله يرحمها والله يغفر لها. آخر لقاء بيناتكم أستاذ؟ كان اتصلت بي هذه 15 يوم ما تهجم عليها الأستاذ النقيب زيان في إحدى تصريحاته، وكانت ناوية باش تقدم به شكاية لأنه وصفها بأبشع الأوصاف، لا هي ولا الضحية الأخرى. وقلت لها ودي دابا انت في حالة الحمل هذاك الرجل اللي فيه يكفيه، وخلي يعني حتى توضعي وانا ذاك يكون لي كل حديث حديث، ولكن هي مشات عند الله وباقي هنا. نتمنى يصحى الضمير ديالو ويعتذر لهذه السيده هذه، يعتذر لها ونقول ليه راه عند ربكم تختصمون. ما كفاش تهجم عليها اثناء المحاكمه ديال الصحفي توفيق باشرين، وكيتهجم عليها بمناسبه المحاكمه ديالو، وكنقول ليه الا ما استحيتيش من الخالق استحي من نفسك. السيده الان بين يدي الرحمن، فابسط الاشياء ان يعتذر لها. تهجم عليها وهي اثناء المحاكمه، وتهجم عليها وهو يحاكم في قضيه اخرى، وهذا غير معقول. هذه الصحفية أسماء توفت وهي تلد المولود بقاب الحياة، وهي فارقت الحياة. الزوج ديالها طلب من السيد الوكيل العام باش يتعمل التشريح، وحنا الآن أمام المركز الاستشفائي بن رشد الدار البيضاء باش يعني يتعمل التشريح الطبي وشوفوا النتيجة ديالو. أسماء بالنسبة لي أنا شنو غادي نقول لكم، أسماء هي واحد الصحفية مقتدرة اللي فجرت ما يسمى بقضية ديال الاستغلال الجنسي والتجار في البشر، واللي كانت يعني من السباقين توفيق باشرين. واجهات الدفاع ديالو، واجهات واحد العديد ديال الأقلام، واجهات واحد العديد ديال المتاجرين بحقوق الإنسان، واجهات كذلك منظمة دولية اللي من بعد قدمت الاعتذار لها لما اعتبرت انه الاعتقال المتهم واعتقال تاع السوفي، ولما تبين للفريق العمل المتعلق بالاعتقال تاع السوفي بالامم المتحده ان القضيه ليست لا قضيه سياسيه ولا قضيه راي عام، بل هي قضيه اعتداء جنسي وقضيه تجاره في البشر. وجهت الله يرحمها مسكينه هذا الشيء هذا كامل. انا كان عندي اخر اتصال بها هذه واحد 15 يوم، كانت عيطت لي لما كانت المحاكمة ديال النقيب زيان بالرباط، وخرج في تصريح صحفي يتهجم عليها وعلى زميلتها ويصفها بأبشاء النعوت. من كان هو هيئة الدفاع ديال الصحفي توفيق بوعشرين، اللي المحكمة النقد أيدت الأحكام اللي صدرت في حقه لا ابتدائيا ولا استئنافيا ولا نقدا، وأصبح حكمنا حائز لقوة الشيء المقضي به. اتصلت بي على ود هذيك القضية، وقلت لها ودي هذاك الرجل اللي فيه يكفيه، وانت دابا الان حامل خلي حتى تولدي ونشوفوا شنو يمكن نعملوا في هذه القضيه ديال التهجم والسب والقذف اللي ماشي اول مره كان كيديرها، دارها عده مرات. فانا كنقول له الا كنتي كتخاف الله كما كتقول دائما اعتذر لهذه السيده الان اللي هي الان بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيفاش كانت الدائره النفسيه ديالها استاذ باش توصلت معها؟ يعني هي انسانه يعني عاشت الحياه ديالها مع الزوج ديالها اللي هو زميل ديالكم السي مبارك، صحفي مقتدر وبنات حياه جديده، ولكن الله سبحانه وتعالى خسر الى جواره. الاسره ديالها الان كتطلب باش تاكد يعني الاسباب ديال هذه الوفاه. انا اللي بغيت نقول انه من المؤسف وهي تغادر
من المؤسف جدا وهي تغادر الحياة غصة في قلبها أن الأحكام الصادرة لفائدتها لم تنفذ، لأنه المتهم قام بتهريب جميع الأموال ديالو بتهريبها، بل أكثر من ذلك حتى الإنصاف من طرف الدولة لم تلقاه لا هي ولا باقي الضحايا. أنا يعني هنا باش دوك الناس اللي كانوا تيقولوا بأنه هذا الملف ديال الدولة والملف اللي دارته وداك الشيء، ها هي حتى الدولة براسها هاد الناس هادو ما نصفتهمش، وأنا كنقول عيب حشومة يعني أن واحد الضحية إنسانة اللي تجرأت وفضحت المستور اللي كيتعيشوا جميع النساء أو أغلب النساء، نقولش الجميع، أغلب النساء اللي كيكون ضحايا ديال هاد الاعتداءات الجنسية وديال التجارة البشر كتعيش هاد المشاكل هادي، ولكن ما كيكونش عندها القدرة والشجاعة والجرأة على أنها تفجر. ولما فجرت هاد المسألة ها هي لا هي نفدت، لا الدولة نصفتها، لا نصفت الزميلات ديالها اللي كيعانيون في صمت. تقريبا شحال أستاذ شحال من ضحية؟ وعلى كل حال القناة ديالكم راه كتعرف هاد الشيء، هذا حنا في هاد الظروف وهاد الملابسات كاين ضحايا أكثر من 8 ديال الضحايا اللي كانوا عند توفيق بوعشرين وكتعرفوهم، وفيهم اللي هو اللي هي تجرأت وتكلمت، فيهم اللي تم التهريب ديالها خارج التراب الوطني من بعد ما اعترفت عند البوليس، هاد الشيء كامل. حنا الآن في ظروف اللي نقولوا ندعيو بالرحمة والمغفرة لأسماء حلاوي، ونقولوا للزوج ديالها والأسرة ديالها الله يصبركم، ونقولوا لها حنا في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الروح ديالك تبقى مرفرفة في أعمالنا وأهدافنا النبيلة التي سنذكرك دائما بها، سواء من خلال طرح قضايا ديال الاعتداءات الجنسية والتجارة البشر أمام القضاء أو أمام البرلمان أو مختلف المؤسسات الدستورية المعنية بالوساطة وبحقوق الإنسان في هذا الوطن. أنا تنقول أنه إلا مشات أسماء باقيين الضحايا الآخرين خصنا نعتني بهم، وخصنا الروح ديال الأسماء تكون حاضرة. أنا تنعتبرها شهيدة ديال الضحايا ديال ضحايا الاعتداءات الجنسية، فلا الرحمة ولا المغفرة، وشكرا لكم. إن لله وإنا إليه راجعون. في هذه الأثناء شريح للزميلة أسماء الحلاوي، الصحفية الزميلة أسماء الحلاوي الله يرحمها الله يوسع عليها، ضائقة القبور الله يرزق العائلة ديالها الصبر والسلوان، الله يرزقهم الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. أو باعتبارها هي من بين المؤسسين ديال جمعية حقوق الضحايا، كما لاحظتوا الأخوات كلهم أعضاء المكتب، ولا السيدة الرئيسة ولا السيدة مريم ولا تحية حساب الأهر ولا